إلى هناك مع زميلنا وليد هنايا. وليد، مساء الخير. نعم، حياك الله حسين. حياك الله وليد. ما هي آخر الأخبار الميدانية خصوصا في المنطقة الشرقية؟ نعم حسين، بطبيعة الحال الأخبار المبشرة هي بدأت بالتزامن مع قيام الجيش العربي السوري بفتح محور جديد عبر الشرق الحلبي، محيط مطار حلب الدولي شرق حلب، أي من منطقة جبرين باتجاه كرم المييسر. والجيش العربي السوري دخل وتوغل وسيطر على حوالي 200 متر في عمق الإرهابيين، وسيطر على عدد من الكتل السكنية داخل الأحياء الشرقية. هذا المحور يأتي حسين بالتزامن مع عدد من المحاور الأخرى تعمل عليها وحدات الجيش العربي السوري والقوى الرديفة له. أيضا محور عزيزة باتجاه الشيخ سعيد وباتجاه المرجة يشهد عمليات مكثفة وعمليات توغل وتقدم ملحوظ لأبطال الجيش العربي السوري عبر تغطية نارية عبر كافة الوسائط، هي غير مسبوقة باتجاه معاقل الإرهابيين. وفي يوم أو يومين سابقين كان هنالك تقدم داخل منطقة الشيخ سعيد، ويعني أسر عدد من الإرهابيين بالتزامن مع قيام الجيش العربي السوري يوم أمس بالمحور الثالث في عمليات مركزة تأتي عبر تغطية نارية عبر سلاح جو باستهداف معاقل الإرهابيين ورصد تحركاتهم. كنا قد نقلنا هذه الصور يوم أمس عبر تقارير مفصلة عبر الريف الشمالي من منطقة العواجة باتجاه معاقل الإرهابيين داخل منطقة بعيدين وحركة الإرهابيين واستهداف معاقلهم والإصابات المركزة والتي تكبدهم صراحة حسين عشرات القتلى في صفوفهم. هذا المحور الثالث يعمل عليها الجيش العربي السوري باتجاه منطقة بعيدين، ومحور رابع أيضا عند نقطة الكسارات والمقلع التي سيطرت عليها وحدات الجيش العربي السوري يوم أمس. منه الجيش العربي السوري بدأت نظراته باتجاه نقطة السكن الشبابي ووصولا إلى منطقة مساكن هنانو ومنطقة العواجة باتجاه منطقة بعيدين ودوار بعيدين، وبالتالي ربط هذا الدوار مع دوار الجندول وإعادة تأمينه بشكل أكبر. هنا نتحدث عن قيام الجيش العربي السوري حسين بعمليات هي تأتي باتجاه الأحياء الشرقية، ويعني سوف تتطلب هي الحكمة بدخول هذه المناطق حسين. طيب ولي، السؤال الأخير، هل تسجل عمليات خروج للإرهابيين، تسليم أسلحة، تسليم أنفسهم، تسوية أوضاع أو حتى مغادرة بمدينة حلب، أم إلى الآن لا يوجد شيء باعتبار أن الإرهاب لديه أوامر من الخارج بعدم التسليم؟ نعم حسين، بطبيعة الحال كان هنالك مفاوضات هي أجريت خلال اليومين الماضيين، حتى هذا اليوم كان هنالك مفاوضات مع الجاهزية التامة التي تأتي من قبل القيادة والحكومة السورية، من قبل قيادة غرفة العمليات العسكرية في مدينة حلب والتجهيزات لاستقبال الإرهابيين وإخراجهم من الأحياء الشرقية. حتى اللحظات لن يكون هنالك خروج لأي من الإرهابيين عبر الأحياء الشرقية، ولكن دعني أوضح حسين بأن المفاوضات هي تجري وهي جرت مع عدد كبير من رؤساء تجمعات المجموعات الإرهابية داخل الأحياء الشرقية، ومعظمهم وافق على الخروج ومعظمهم حتى اللحظات لن يوافق، لا سيما بأن بحسب الأخبار والأنباء التي وردت من الداخل أي من داخل الأحياء الشرقية سوف يكون هنالك حالات لخروج الإرهابيين لربما ساعات أو أيام قليلة قادمة. ستشهد هذه المنطقة خروج للإرهابيين عبر معبر بستان القصر أو غير المعابر التي تحدد عبر التنسيق مع هؤلاء الإرهابيين. شكرا لك وليد هنايا، ورئيس الأخبارية السورية، كنت معنا عبر مباشرة من مدينة حلب. شكرا جزيلا لك.